بخير دونك وليد بن صالح مقرر الورشه نتاع اليوم انا مش باش نتكلم برشا باش نعطيكم ديريكتومون الكلمه لكم نتوما تقدموا لنا رواحكم تقدموا لنا المنظمات اللي تنتمي لهم هذا في مرحله اولى محمد سليم زوغي قاضي بالمحكمه الاداريه وعن جمعيه شفافيه وديمقراطيه بتونس صباح الخير الناس الكل مكني عفيف اوتيل دو بيزيرت سي بون صباح الخير رزايقي ايمان من جمعيه تنميه الماكنه تبرقه مرحبا بكم ريم صغير تكنولوج في زيت بنزرت لاسوسياسيون ترانسبارونس اي ديموكراسي صباح الخير وصلتي سهام ادي ياسف دي بونليو سود عندها دوز اوبجيكتيف اوبجيكتيف دو ديفلوبمون اي اوبجيكتيف دو شاريتي عسلامة صالح الفرشيشي استاذ تعليم ثانوي جمعية رؤى الشهيد نحن ضد الفساد تنجم زيد تقدموا لنا الجهات اللي تنتميوا لها شكرا عدنان نويوة ممثل عن تنسيقية المجتمع المدني السلام مرحبا بكم الكل محمد علي عامري ممبر في Union du Tunisien indépendant pour la liberté section بنزرت personnellement عندي برشا des attentes من les workshops اللي مش يتعاملوا في الدو جور هذم وان شاء الله نوصلوا في الاخر الحاجة انصامبل بالنسبة للي attentes انا رجعوا لهم السلام عليكم رمزي مسعودي موظف في اتصالات تونس عن رابطة الحريات البشرية بالكاف السلام عليكم احمد بولعريس جمعية ترانسبارونس ديمقراطية بنزرت موظف بدرجة هوية تجهيز بنزرت صباح الخير فيصل بلحي جمعية التنمية بارقامة صباح النور دكتور حسون مكني استاذ فرنسا رئيس جمعية التنمية ماكنة برقة ورئيس جمعية أبناء الهجرة في فرنسا مرحبا بكم صباح الخير هندر زيجي تبرقة جمعية تنمية برقة الماكنة صباح الخير سلمى جبابلي أسوسياسيون سيرتا بلوس الكيف صباح الخير ويلاني هايثم ديبلومي دروا دونتربريز دافير اوتيل جندوب صباح الخير عثمان البعزوزي من كيف جمعية أنا يقظ ذا يوتش صباح الخير بسمة حمادة قاضية ورئيس دائرة بمحكمة أنا في الكيف أنيس بن إسماعيل مراقب عام للمصالح العمومية وعضو فريق الخبراء الحكوميين صباح الخير محمد حيوي جمعية التنمية ماكنة برق صباح الورد الناس الكل سليم سعيدي جمعية تاريخ الأثار بتبرق ومرحبا بالناس الكل وإن شاء الله تعد الدورة ناجحة بالكدا صباح الخير وليد يحيى وجمعية تنمية مكنة برق صباح الخير درة شجراني محامية منسقة خلية شبكة دستورنا الكاف مرحبا بكم كمال الجامعي جمعية التنمية بتبرق صباح الخير معز خوالدي استاذ لغه عربيه عضو بجمعيه امل للتنميه بمنطقه خمير مرحبا بك صباح الخير الناس الكل رحمن يحيوي مساعد بيداغوجي متقاعد جمعيه التنميه ماكنه برق حسام الدين تريكي قاضي اداري وعضو فريق الخبراء الحكوميين صباح الخير لسعد الجبالي جمعية مجرد للتنمية تعرفوا مجرد وش عمل في بوسالة معنا قال عندكم عليه فكر لكن باقي نسموا باسم ننتظروا بالنسبة لنا احنا ننتظروا ان الجمعية هذه معناها خاصة ان تنمي معناها في المصداقية يزينا من الفساد ما ناموش الفساد هاي شكرا رحمة الكتاري اتوديانت ان انجلي جمعية شباب ومهارات يوث اند سكيلز سيكشن بيزرت صباح الخير سامي الصحباني قاضي ناحية مختص في العلوم الجنائية صباح الخير حاتم رمضان جمعية خير عند رام أستاذ إنجليزي
معز علي يوتيل اسوسيسيون يوتيل ورحبوا بكم وان شاء الله الخدمه هذه نخرج بريزوتان نحبوا عليه ميرسي. صباح الخير لم يشرف جريده الصباح جورناليست. صباح الفل عوينيه ساميه جمعيه تنميه ماكنه برقه. صباح الخير ألفة العياري مراقبة بهيئة الرقابة العامة المصالح العمومية برئاسة الحكومة حاضرة في الفريق الحكومي فريق الخبراء الحكوميين. صباح الخير نبيل الشابي معلم ونقابي وأمين مال جمعية البركة تستور تعنى بالتنمية المحلية من ولاية بجة. صباح الخير فتيحة بن كادا أمين تمال جمعية التنمية بلا حدود حمام الأنف. عسلامة عيادي مهدي بروف دو فيولون ايتيديون دروا. صباح الخير حاتم خماسي ديبلومي تكنيسيان سوبيريور في التليكومونيكاسيون اسوسيسيون بالتا بوسال. صباح الخير احمد القلعي مستشار عام في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزاره التربيه رابط حقوق الانسان المديره ومنسق فرع المعهد العربي بن زرت مهتم بالتربيه على حقوق الانسان المواطنه. والتربيه نصور كما كنت نصفح بسرعه اتفاقيه مكافحه الفساد هي موجوده من اليات اللي موجوده على اونافال كالوقايه لمحاربه الفساد. عسكري نوال دبلومي اون انجلي لافير عن جمعيه تنميه ماكنه برق. السلام عليكم إنيس بلحول من جمعية شباب مهارات ولاية بنزرت. أنيس العبيدي المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وعضو تنسيقية المجتمع المدني. صباح الخير يوسف شرف الدين من الائتلاف المجتمع المدني جمعية أوتيل تونس. دنيا علاني مع البنود مقررة. دونك أمل عويج أستاذة جامعية وهوني مع الفريق البنود الخبراء. عماد مميش أستاذ كلية الحقوق اختصاص قانون خاص علوم إجرام خبير نمثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. صباح الخير الأستاذ عماد بن أحمد محامي لدى التعقيب وعضو فريق الخبراء التابعين لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. ألفة زريبي مرحبا بكم بنود. عسلامة نيرس بنجيجا بنود أوسي مرحبا بكم. صباح الخير أسمة ليلي أي واتش. يعطيكم الصحة تبارك الله الحضور اليوم في الكم والكيف كما يقول